مرحبا والله نستونه على بيت النور على الحارة كلها نور. ألف مية مرحبا. تفضلوا يا ستات العشر. جاه الله. في ليلة حجازية مميزة تميزت بها منطقة الحجاز وبالأخص مكة المكرمة. تعالوا بنا مشاهدينا لنرى ما في هذا التقرير. ليغني لعريسنا ليغني لعريسنا. خالة نور احنا اليوم جايين استضفتينا في بيتك حنتكلم عن عادات زمان في الزواج والافراح، كيف كانوا يحتفلوا في الزواج، كيف كانت افراحهم تكون. حنبدا خطوه خطوه من اول ما يجي العريس لبيت العروسه، ايش هي العادات اللي كانوا زمان يعملوها؟ اول ما يخطبوا ما قلت لك بنات اهل الاول شاطرين وكده وبيكونوا يشتغلوا خيطوا زي اللي وريتكم هو يسووا قوم يجوا بزيمه انهم يبوا ايش؟ يبوا ما يندروا بناتنا ما يندروا لاحد بنات اول ما يندروا على انهم يجيبوا خياطه ويشوفوا البنت من يوم تشوفها مصل يدخل تقوم تشرو بس يلمحوها كده خلاص على ذيك اللمحه راحوا وصفوها لولدهم والله كده كده طيب خلاص اتوكلوا على الله كلموا الاب العائله يعني طيبه ويسالوا طبعا عن بعض مو بس كده دغري ان هذه العائله طيبه ومحترمه ومحشمين وكده خلاص يروحوا يتقدموا يخطبوا يخطبوها يوافقوا يسووا عاد الخيره وما الخيره ويتمموا متع خلاص الحريم غلق وانتهوا مفعولهم يعني خلاص ما عاد لهم الرجال يبداوا حيث يحلو النشيد والانغام. دحين خاله احنا شايفين هنا فستان العروسه تكلمين اكثر عنه؟ على ده؟ هذا الفستان اللي تلبسوه يلبسوه بيت العريس ويجوا بيه، انا عندي سويته طبعا للبنت قلت لي لبنت بنتي عشان عمرتها. هذه طرحه هذه طرحه طبعا كده البسها عليكي تعالي كده كنت البسها عشان عليها الغمره برضو ما عشان ما تبع غطت عينك مين هذا ولا ده البرقع يعني هذا حق الفرح لا ليت الغمره ليت الغمره هذا حق هذا بالنسبه لي اللي سويته انا لكن بيت العروسه يلبسوها هو في الصبح لما تروح بيت اهل جوزها يلبسوها هو تنزل تسلم على سيده ابو جوزها لاول مره تشوفه يقولوا له سيدي مو زي دحين بابا تقول لي ابو جوزها يا سيدي هذا احنا انا سويته كده بس لي حق غمره مو حق جواز كالغمره كده الغمره زي كده المقاينه تيجي بعد العصر تبدا المقاينه اللي هي ايش؟ بدال الكفيره بدال الكفيره دحين هذيك اسمها المقاينه كانت في فهميه هي مقاينه اسمها فهميه وكانت في بيت ثاني عارف اثنين زي بيت عارف مقاينتين يعني يا دي يا جبت دي يا دي تلاقيها فاضيه تجيبيها تشرع العروس تكون معروفه من ايام زمان يعني اشخاص معينين معروفين معينين وعندهم هي زي دي اللي وريتك هي اللي سويتها البنت ولد بنتي ياجروها هم بيت عارف معروفين رحمة عارفية معروفة تأجر الحاجات اللي زي هذه أقيم الصلاة على المهدي محمد هذا الكحول لا في مكياج ولا شيء هذا الكحول اللي قلت لك من بيت الدهان وهذا المروه تكحل عيونها تسوي لها حواجبها وهذا هذا الروج هذا مو روج عاد كانوا يقولوا قلم حمره تسوي لها شفايف وتحط هنا كده مو بي زيكم دي الفرش بدي هنا وتسوي لها هي كده بيدها بس كان خشب انا ما دايما ادري فين راح عني هذا خشب ما في زي ده خشب هذه علبة العروسة دحين هذا عفشة هذا دبش العروسة خلاص يودوها بيت العريس يودوها يجوا عاد النصيصين يجوا كمان ينصوا ولدهم يقعد العروسة مو كده مو زي دحين في حلق بعض بس كده عينها في الأرض يحط يده كده يقرأ ثلاثة فواتح بس ويكشف يشوفها لما نكشف وشها يقوم ينتر دي كده عاد ريالات فضة تتنتر كثيرة والله ريالات الفضة انتروها ونموها عاد الناس اللي بياخذها ياخذ واندر خلاص اندر ما يلصق ولا تصور ولا شيء خلاص اندر على ظهره كده يمشي هنا اندر برا وشوا عليها مو على برا
بس وهي بعد كده خلاص يودوها بيت العروسة، يكون هو بيستنيها بيت عريسة، استنيها في الدهليز، معبي العقد اللولو كده، لولو كان كبير يعني كثير مو زي كده، يحطه على رجوله وغسلها هو عشان يشير أياميها بيضة، أيامها تصير بيضة. وبكده مشاهدينا نصل لنهاية الليلة الحجازية المميزة اللي كانت بتتكلم عن أفراح زمان وأهل زمان. كانت معاكم أمل محمود، مكة المكرمة. طبعا أعزائي المشاهدين، أنا نفسي مبهورة وفخورة، يمكن شفنا عدد من مناطق المملكة، بس فعلا مكة المكرمة